ما زلنا في صحبة الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ما زلنا في صحبة الإمام البخاري المحدث الفقيه الكبير صاحب أول كتاب مجرد للحديث الصحيح. تربى الإمام البخاري في بيت علم، وتكلمنا وذكرنا وذكرنا بأن أبوه عليه رحمة الله من العلماء المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع يعني والد الإمام البخاري اللي هو إسماعيل البخاري والد الإمام البخاري الشهير عن الإمام مالك ابن أنس وغيره، يعني كان والده كذلك يعني مفعم بتدريس طلب الحديث وتدريس الحديث النبوي الشريف. وتوفي إسماعيل والد الإمام البخاري وسيدنا الإمام البخاري لا يزال صغيرا، فنشأ الإمام البخاري يتيما في حجر أمه، ورغم كده في سن مبكرة جدا بدأت يعني تظهر أو تبان ميول الإمام البخاري، فاتجه عليه رحمة الله إلى طلب العلم وبالذات حفظ الأحاديث وتحقيقها وهو لا يزال صغير حديث السن. دخل الكتاب صبي وأخذ في حفظ القرآن الكريم، وختم القرآن مبكرا، وختم كمان قرأ العديد من أمهات الكتب المعروفة في زمانه، واختلف إلى كثير من الشيوخ والعلماء لتلقي العلم وكمان التدرب على تمييز الحديث الصحيح من السقيم. وفي عام 210 هجرية خرج الإمام البخاري من بلدته بخارى، قلنا منطقة بخارى دي الآن في أوزبكستان، خرج الإمام البخاري من بلدته بخارى، المنطقة دي في وسط قارة آسيا في آسيا الوسطى، فخرج من بخارى راح للحج، وكان رايح في صحبة والدته وأخيه أحمد. وبعد ما انتهت مناسك الحج رجعت والدته مع أخيه إلى بخارى في أوزبكستان الآن. بينما تخلف الإمام البخاري، هو كان حاطط في دماغه بعد ما يتم أو يقوموا بأداء مناسك الحج إنه هي ترجع والدته مع أخيه أحمد، وهو يستمر في أن يظل في مكة ويتردد ما بين مكة والمدينة عشان يطلب الحديث النبوي الشريف. يبقى تخلف الإمام البخاري لطلب الحديث الشريف، وإنه يقدر ياخد عن أكبر قدر من الشيوخ والعلماء في مكة وفي المدينة المنورة. فظل في مكة الإمام البخاري مدة، وبعد كده رحل إلى المدينة المنورة، وحتى هو نفسه قال إنه هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف وألف الإمام البخاري كتاب اسمه التاريخ الكبير. الكتاب ده ألفه وهو عمره ساعتها 18 سنة. على فكرة ده وإحنا بنقرأ في سير هؤلاء الكرام لابد إنه حينما تستوقفنا مثل هذه الأعمار، يعني عمره صغير جدا ويؤلف الكتاب، كتاب ضخم، كتاب التاريخ الكبير، وده معنى إن الأطفال منهم وهم صغار في هذا الزمان كانوا على طول بيستقبلوهم بتحفظهم للقرآن الكريم في الكتاتيب، وبتتلاقفهم العلماء والأشياخ عشان يدرسوا لهم ويعلموهم، حتى بيبقى فيه تعليم عام، وإن لم يكن طبعا بيبقى فيه مجموعة منهم بيبقى يعني فتح في قلبي إنه يسعى لدراسة فرع من العلوم بعينه دون آخر، ده جميل، لكن إن الأطفال من سن مبكرة جدا نبدأ نزرع فيهم محبة العلوم والمعارف عموما بيؤتي ثمار سريعة، وبننشئ أجيال قابلة إنها تثمر وتنتج منذ يعني سن مبكرة جدا. الإمام البخاري أشار إلى ذلك، أشار البخاري إلى عمره حين تأليفه لكتاب التاريخ، وبين مكان التأليف كمان، هو ألفه فين. هو بيقول وصنفت، الإمام البخاري يقول وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة،
وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. طبعا هذا الكتاب هو ألفه في هذا المقام الشريف، والكتاب ده عرض فيه، كتاب التاريخ عرض فيه تراجم رواة الحديث النبوي الشريف والآثار المروية عموما، سواء كانوا الرواة دول ثقات أم ضعفاء، يعني كل أغلب الرواة اللي رووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنهم الإمام البخاري في كتابه التاريخ، يعني بيتكلم عن سيرهم وعلى نسبهم وعن كنيتهم وعن وضعهم في رواية الحديث، يعني يقول لك ده روايته ده ضعيف ده قوي ده ثقة، يعني كل التفاصيل الخاصة بالتراجم، التراجم يعني سير هؤلاء اللي كان بيكتبها في كتابه التاريخ، بيؤسس أو بيضع أسماء ما استطاع من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها في هذا الكتاب. الكتاب ده ألفه عنده 18 سنة في يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في مرحلة أو في مدة مكان هو قاعد في المدينة المنورة. ذكر لنا أبو جعفر محمد بن أبي حاتم تلميذ الإمام البخاري. أبو جعفر ده أو محمد بن أبي حاتم ده مين؟ ده تلميذ الإمام البخاري ووراقه وصاحبه. أبو جعفر أو أبو عبد الله محمد بن أبي حاتم الرازي الوراق النحوي ده أحد العلماء المعروفين، وهو من رواة الحديث الشريف، كان من أقرب تلامذة البخاري له، حتى قيل أنه من أخص تلاميذ الإمام البخاري، وأكثرهم أكثر واحد كان ملازم الإمام البخاري، أكثرهم ملازمة للإمام البخاري وأكثرهم رواية لأخباره، وكان بينسخ له الكتب بتاعته، يعني بيدي له الإمام البخاري كده النسخة اللي هي كتب فيها الأولية، وبعد كده هو ينسخ منها فيكتب بطريقة منمقة ويرتب ويشكل، بيجهز كل حاجة بطريقة منمقة ومنضبطة جدا، ده معنى إنه كان بينسخ هذه الكتب. ابن حجر العسقلاني ذكر عن الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن أبي حاتم الوراق، قال هو الناسخ لكتب الإمام البخاري، وكان ملازم له في كل سفر، يعني ما يطلع الإمام البخاري في حتة يسافر معاه، الإمام البخاري بيكتب شيء ياخده بعد ما كتب الإمام البخاري وينسخه مرة تانية بطريقة منمقة منضبطة، وده معنى الناسخ لكتب الإمام البخاري. فكان ملازم بقى للإمام البخاري، الإمام البخاري يسافر معاه، يعني قاعد في المكان اللي هو فيه هو قاعد معاه، فكتب كتب الإمام البخاري، مش كده وبس، وحدث كثيرا وأكثر عن شيخ الإمام البخاري، وله كتاب اسمه شمائل البخاري. من ضمن ما وثق محمد بن أبي حاتم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، من ضمن ما وثق محمد بن أبي حاتم عن الإمام البخاري، إنه سأله في يوم وقال له تلميذه ده، فقال له أبو جعفر محمد بن أبي حاتم تلميذ الإمام البخاري، هو بيقول قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله ده الإمام البخاري وكنيته أبي عبد الله، فقال له قلت لأبي عبد الله كيف كان يعني مبدأ أمرك، أو كيف كان بدء أمرك، أنت ابتديت إزاي، لأن هو شايفه أنه سنه صغيرة جدا على كتر أو على كم هذا العلم، لأن هو ابتدأ صغيرا جدا الإمام البخاري، ووصل إلى مكانة شهد بها كل علماء عصره، فهو بيقول له أنت إزاي ابتديت الأمر ده، فقال له الإمام البخاري ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. هو ابتدى يحفظ القرآن الكريم الأول، وبعد ما خلص حفظ القرآن بدأ في حفظ الحديث، فهو بيقول لما كنت في الكتاب بحفظ القرآن ألهمت إن أنا أشرع أبدأ في حفظ الحديث النبوي الشريف. فقال له كم كان سنك أنت وقتك في الوقت ده اللي ألهمت فيه حفظ الحديث، عمرك كان قد إيه؟ قال له 10 سنين أو أقل من كده. وبعدين بيقولوا أنا بعد كده خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي قيل إنه أحد العلماء اللي كان من منطقة قد ينسب
كلمة الداخلي إلى المنطقة اسما، أو أنه ده عالم من العلماء له اسم معروف ولكن لم يصل إليه العلماء، فربما الداخلي نسبة إلى مكانه اللي كان فيه سيدنا الإمام البخاري منذ صغره، أنه يبدو أنه كان عالم من العلماء اللي كانوا موجودين قريب من بيته، كان يعني بيختلف إليه، يعني يروح ويجي من عنده كتير لتلقي الحديث الشريف، فاختلف العلماء من هو ذلك الداخلي، وهناك أقوال كثيرة، لكن يبدو أنه أحد أشياخ الإمام البخاري اللي كان قريب من سكن الإمام البخاري في بخارى، واللي تلقى على أيديه الإمام البخاري في مبدأ الأمر الحديث النبوي الشريف. فهو لما كان بيروح لشيخه ده يقرأ عليه الحديث وبعدين يحفظوا الحديث بالسند ويختبرهم شيخهم، فهو بيقول فقال يوماً فيما كان يعني يقرأ أو كان يقرأ للناس، فكان بيقرأ عليهم الحديث، فبيقول سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، السلسلة كده السند ده إنه سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فسيدنا الإمام البخاري هو صغير وكان بدأ، يعني ما كانش ده شيخه بس، لأن هو أثبت في سيرته وبيتكلم عن نفسه، قال إن أنا تلقيت كنت بروح له وبروح إلى غيره من العلماء، فقلت له، أي قال الإمام البخاري لشيخه، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، يعني ده ما خدش من ده العلم، ما هي سلسلة السند دي بنقول فلان عن فلان عن فلان، يعني فلان ده قرأ أو أخذ عن فلان، وفلان ده التقى بفلان الآخر وأخذ عن، إلى أن تنتهي السلسلة إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم من التلميذ ومن المريد، وهكذا في جميع سلاسل أو تراجم الرواة. فهو قال له فلان ده لم يروي عن فلان، فبيقول شيخ انتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل، يعني راجع الأصل اللي عندك. فدخل شيخه يراجع الأصل اللي عنده، فنظر فيه، ودي برضو بناخد منها إلماحة إن أصول هذه العلوم كان مدون، لأن الشيخ وهو أهو رجع للأصل المكتوب عنده عشان يراجع العلم اللي بيدرسه، ثم خرج إلى المجلس اللي كان بيدرس فيه للصبية، فقال لي شيخه، قال له كيف هو يا غلام؟ طب السند إيه؟ مين اللي خد من مين في العلم؟ قلت هو الزبير ابن عدي، مش أبو الزبير، لا، هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، كده السلسلة مظبوطة. فأخذ شيخه القلم وقعد يصحح اللي البخاري وهو صغير بيقول أو بينبه شيخه إليه، وأحكم كتابه وقال صدقت. فقيل للبخاري ساعتها ابنه كم كنت حين رددت عليه؟ كنت عندك قد إيه؟ قال له تقريبا، بيقول لتلميذه كنت تقريبا عندي 11 سنة. فلما بقى طعنت في 16 سنة، يعني لما أنا كبرت بقى عندي 16 سنة، كنت حافظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أنه في المرحلة دي بقى كان اشتد عوده في طلب العلم واشتد عوده في علم الحديث الشريف من جهة السند ومن جهة المتن، لكن بدا نبوغ الإمام البخاري من هو صغير جداً، وفي سن 16 أو في ذلك الوقت بيقول بعدها أنا خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث الشريف. وهكذا آثر الإمام البخاري أنه يجعل أولى رحلاته في طلب العلم من الحرمين الشريفين، وظل سيدنا الإمام البخاري فيهما، يعني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مدة من الزمان ينهل من شيوخها ويأخذ من بركات هذه البقاع الطاهرة، وله رحلات أخرى نتكلم عنها. فرحم الله الإمام البخاري.